اختتمت صباح اليوم حلقة عبد الله ابن العباس للعلوم الإسلامية أعمال الدورة الشرعية الثانية للبنات، والتي حملت شعار التربية الإسلامية ضمان صلاح المجتمع. نظمت هذه الدورة تحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. آدم حسن مكاوي. القسم الأول الصفة النفسية وهي الوجود، والوجود واجب لله تعالى. في لحظة عابرة، لو أخطرك شخصا بأن هذين الفتاتين الصغيرتين في فترة 10 أيام فقط امتلكن الشجاعة الأدبية وبعض العلوم الشرعية ليطن على هذا الملأ، هل تصدق؟ صدق أو لا تصدق أنهن المشاركات في فعاليات الدورة الشرعية الثانية للبنات التي أسدل عليها الستر في هذا الحفل الختامي الذي جاء ليصنع التربية الإسلامية في نفوس البنات ويضمن صلاح المجتمع بتعليمهن العقيدة السليمة والأصول الصحيحة، ليتطبق عليهن المثل القائل: من شب على شيء شاب عليه، ببادرة من حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية. الثناء والتقدير عبق اللقاء عبر كلمة المشاركات التي ألقتها المشاركة عائشة خليل إدريس، والتي سردت فيها حيثيات الدورة منذ يومها الأول وحتى الأخير. المشرف العام لحلقة عبد الله بن عباس لمدينة أبشة محمد صالح راتو، في كلمته التي قدمها بالنيابة عن المرشد العام للحلقة، أشار إلى أن التربية في الصغر تختلف عن الكبر وتثمر في حياة الأطفال أخلاقا ومبادئ سامية. وإن تعليم الطفل المسلم والطفلة المسلمة منذ نعومة أصفارها الآداب والأخلاق لهو الهدف الأساسي الذي يكون لنا أمة مباركة في مستقبل قريب. قامت حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية بهذه الدورة ضمن خطتها الخمسية الدين والوطن، عبر برنامج منبر الأطفال يتكلم، والذي جاء شعاره في هذه الدورة: التربية الإسلامية ضمان صلاح المجتمع. من جانبه، ممثل راعي الحفل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأمين العام للمجلس أشاد بالجهود المقدمة من قبل حلقة عبد الله بن عباس في تربية وتدريب النشاء. وددنا الحلقة بتنظيم مثل هذه الدورات، منبر الأمهات، منبر البنات، منبر البنين. وحلقة ابن عباس منذ أن أسست في هذا البلد قدمت الكثير الكثير، وما زال ثمارها يبنى من قبل المسلمين من جميع الجهات في هذا البلد. هذه الأنشطة كلها أيها الإخوة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأمن والاستقرار. هذا وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات للمشاركات في الدورة، وننوه بأن حلقة عبد الله بن عباس أقامت دورات مماثلة في مختلف أقاليم البلاد من أجل تكوين خير خلف لخير سلف.